استهدفت ضربات جوية شنتها تركيا مواقع عديدة في إقليم كردستان شمال العراق. من جهتها قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنها شنت عملية جوية استهدفت 20 هدفا في شمال العراق من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابية. وتأتي هذه الضربات بعد هجوم قام به حزب العمال الكردستاني في أنقرة استهدف مقر الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة. أرحب مباشرة من أربيل بالقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمود. السياق الذي يمكن الحديث عنه عن هذه الضربات، وهل ستفتح الباب بشكل أوسع لضربات قادمة باتجاه هذا الحزب؟ بدءا دعني أحييك ومشاهديك. صراحة الاتحاد الوطني والقوى الوطنية في العراق جميعا استمعت على أن التوغل والانخراط الخشن التركي داخل الأراضي العراقية مخالفة للقوانين الدولية ومخالفة لمبادئ حسن الجوار. أما التذرع بحزب العمال الكردستاني وتواجد الحزب العمال الكردستاني في الشريط الحدودي دستوريا طبعا غير مقبول، لكن على تركيا أن تتخذ خطوات سلمية كمثيلاتها في الجمهورية الإسلامية التي اتخذت يعني مع الحكومة العراقية خطوات من أجل تفكيك المعسكرات الموجودة على الحدود والدخول إلى مفاوضات سلمية ودبلوماسية مع الدولة الاتحادية. أما استهداف تركيا للأراضي العراقية فهذا غير مبرر، رغم وجود حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي الذي هو خارج سلطة حكومة الإقليم. عموما هي تعتبر خرق لسيادة الدولة العراقية، ولا بد أن تذهب الدبلوماسية الخارجية العراقية ومع تركيا إلى إيجاد فرص من أجل إنهاء هذا التدخل العسكري وبين الحين والآخر، لأن بالتالي سيربك النظام العام في الإقليم، سيؤثر على الحياة الاقتصادية والغذاء والأمن الغذائي الموجود في مناطق الحدودية المتاخمة لمناطق التي تقصف بين الحين والآخر. وهناك نوع من التخوف من أهالي هذه المناطق، باعتبار صراحة أنا أقول لك بأن أكثرية الأمن الغذائي الذي بنتاج الثروة الحيوانية متواجدة في هذه المناطق، لذلك هذه العمليات صراحة تؤثر على الثروة الحيوانية وتؤثر حتى على المزاج العام والاقتصاد الإقليمي. كيف يمكن الحديث عن الحل الذي ذكرته سيد محمود؟ ونتحدث عن الموقف التركي من هذا الحزب في الأطراف، وتركيا تتحدث بأنه هذا الحزب وهذه الأنشطة هي مسؤولية العراق والدولة الاتحادية، وبالتالي يجب أن يكون هناك حل لربما مبدئيا من العراق في هذا الإطار. الثابت نحن لا نريد أن تكون أراضي العراقية وأراضي إقليم كردستان موطئ خدم وممرا لاستهداف أمن تركيا ولا أي أمن أي دولة من دول الجوار. نحن نعتقد بأن أمن تركيا وأمن إيران وأمن دول عربية الأردن سوريا الخليج هي من أمن العراق، والعكس صحيح. من هذا المنطلق نعتقد بأن إذا عدنا إلى بداية التسعينيات ودور الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في تقريب جهات النظر بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية، سيتضح لنا بأن هناك قابلية للوصول إلى مرحلة سلام. لذلك في زمن السيد تركوت أوزال الرئيس التركي الراحل ورئيس جلال طالباني ذهبا إلى هدنة وذهبا إلى مرحلة سلام، وربما كنا نصل إلى مرحلة إنهاء هذه الأزمة لولا وفاة الرئيس التركي السابق تركوت أوزال. لاحقا أيضا في 2007 وقبل وبعدها أيضا ذهب الرئيس جلال طالباني مع السيد مسعود البرزاني مع الرئيس التركي إلى فترة هدنة وسلام في تركيا وإيقاف العمليات العسكرية بين الطرفين، وقطعنا أشواط جيدة في الشراكة السياسية والعملية السياسية. إذن هذه المعطيات تقول بأن هناك قابلية، لكن لا نرى محركات أساسية لإنهاء هذه الأزمة، ونعتقد بأن الجانب التركي غير جدي في إنهاء هذا الصراع مع الحزب العمال الكردستاني. أنا بوجهة نظري بأن تركيا تريد أن تتذرع وتستفيد استفادة من صراعها مع العمال الكردستاني من أجل تمددها وتنفيذ أجندتها واستراتيجيتها في العراق بما في ذلك إقليم كردستان. أنا أعتقد بأن استراتيجية تركيا لا تتوقف على إقليم كردستان بل تمتد إلى الأراضي العراقية، بدليل هناك قاعدة عسكرية في محافظة نينوى، ومحافظة نينوى لا فيها حزب عمال كردستاني ولا شيء، وهي ليست تحت سلطة الحكومة الكردستانية وهي ضمن السلطة الاتحادية. لذلك تركيا استفادت آنذاك بفتح هذه القاعدة بوجود تنظيمات الإرهابية كداعش، وتتذرع بالعمال الكردستاني من أجل تمددها في مناطق كردستان والسيطرة على الثروة الطبيعية وأيضا بناء قواعد عسكرية. أنا أقوله مرة أخرى وعبر قناتكم الكريمة بأن لو تركيا لديها النية في إيجاد بيئة ملائمة
أنا أعتقد بأن القيادة الكردستانية والقيادة العراقية ستستطيع أن تقنع الحزب العمال الكردستاني كما أقنعت المعارضة الإيرانية أن تقنعهم بأن يدخلوا إلى مرحلة تفاوض، مرحلة سلام، وأيضا نحن يهمنا السلام في تركيا كما يهمنا حفظ سيادة العراق. بالتالي تداعيات هذا الموضوع وهذه الضربات سيد محمود، وكانت هناك تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركية هاكان فيدان قبل شهر تقريبا تحدث بها بأنه أن بلاده ستعمل على تطهير الأراضي العراقية مما وصفه بإرهاب حزب العمال الكردستاني. هذا يوضح نية تركيا للعمل بشكل جدي وبشكل متواصل، وهذه ليست الضربة الأولى لهذا الحزب في الشريط الحدودي. وبالتالي الآن هل هناك تداعيات أو هل هناك سيكون موقف واضح من العراق والدولة الاتحادية باتجاه هذه الضربات؟ هل نتحدث عن مخاطبات رسمية أم أنه سيكون الموقف أكبر من ذلك إذا ما استمرت هذه الضربات؟ اسمح لي أن أقول لك وللمشاهدين بأن تركيا وعبر 40 عام الماضية وفي فترات متباينة وبالترسانة الأسلحة التي تمتلكها والتكنولوجيا العسكرية التي تملكها سواء كانت بالاستفادة من حلف الأطلسي أو حتى التي تملكها بذاتها تركيا لم تستطع أن تحل من حزب العمال الكردستاني ولم تستطع أن تحل هذه القضية لمدة 4 عقود، فكيف لها أن تحل هذه القضية لسنوات قادمة ومتعددة؟ أنا لا أعتقد بأن تركيا جادة في حسم هذا الملف سلميا لأنها استفادت بوجودها العسكري والسيطرة الإدارية والاقتصادية على بعض ثروات العراق. ثانيا تضغط باتجاه آخر بإدخال العراق للفقر المائي عبر بناء السدود على نهري دجلة والفرات. يعني كل هذه الضغوطات التركية هي من أجل توسعها في العراق ولا تخفيها تركيا، بدليل أن الرئيس التركي أبلغ وزير الخارجية وأبلغ رئيس جهاز المخابرات أن يتدخل في كركوك. كركوك المدينة الثرية الغنية بالنفط والتي هي محل صراع بين الكرد والسلطة الاتحادية، حكومة الإقليم والسلطة الاتحادية في تنفيذ المادة 140. هو يتدخلت بصورة، تدخل الرئيس التركي ولم يخفي تدخله وعبر الإعلام أبلغ وزير الخارجية وأبلغ رئيس المخابرات بأن يتدخل في كركوك. إذن دلالة على أن الرئيس التركي بعيدا عن العمال الكردستاني، هو يستخدم أدوات من أجل توسعه، من أجل تنفيذ استراتيجيته لمساعدة الوكلاء لها في العراق من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية داخل الأراضي العراقية سواء كان متعلق بملف الطاقة أو متعلق بملفها التوسعي الذي نحن نعتقد بأن الملف التوسعي إضافة إلى السيطرة على منابع الطاقة هي أحد استراتيجية تركيا. نحن أبدا لا نمضي العداء لتركيا نهائيا، بدليل أن تركيا بما أن الاتحاد الوطني الكردستاني لم يخضع لهذه الاستراتيجية فهي قامت بفرض حصار اقتصادي على محافظة السليمانية وقطع الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية وقصف بين الحين والآخر وأخيرها مطار عربت الذي كان في قوة مكافحة الإرهاب الفتية الشجاعة التي واجهت الإرهاب. يعني صراحة الأجندة أنا أقولها وقلتها عبر هذه القناة الكريمة والقنوات الأخرى، تركيا لم تخفي عداءها، تركيا لم تخفي استراتيجيتها وتتكلم بشجاعة، لكن مع الأسف لا نرى موقف وطني عراقي شجاع على المستوى الدبلوماسي الخارجي أو حتى على المستوى التباحث المباشر مع تركيا من أجل الحد من عملياتها العسكرية، الحد من تطلعات تنفيذ تطلعاتها الاستراتيجية تجاه العراق، وأنا أعتقد بأنها تمتد إلى دول الخليج وربما دول عربية أخرى وهذا واضح في الاستراتيجية التركية. أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خشناو، كنت معنا من أربيل.